أطلب من كل إماراتي ومقيم يتحفظ لسلامته. ترى هذا الوباء ما يضر بالدرجة اللي نحن خايفين منه للناس اللي هم صحتهم زينة، لكن يعور ويأثر ويضر اللي صحتهم ما تساعدهم. كل عمل يوم تقوم بدولة الإمارات هو لحماية دولتنا، لحماية أهل دولة الإمارات، لحماية المقيمين في دولة الإمارات. هذه أمانة في رقابنا.